لو الحكاية فيها إن فيديو. أنا دكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء. النهاردة عندنا وقفة حداد ووقفة احتجاجية أمام إحدى المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية طبقا لقرارات مجلس النقابة العامة للأطباء، حدادا على روح الشهيدة الطبيبة زميلتنا الدكتورة داليا محرز اللي توفت بسبب العدوى في الإسماعيلية. إلى الآن الآلاف من الأطباء معرضون للعدوى، الآلاف من الأطباء لا توجد لهم حماية حقيقية من العدوى في معظم مستشفيات الجمهورية. عدد قليل من المستشفيات اللي بيلتزم بإجراءات مكافحة العدوى وبيلتزم بتوفير مستلزمات إجراءات مكافحة العدوى. في معظم الأماكن في الحقيقة الإجراءات شكلية ولا يتم الالتزام بها بشكل حقيقي، وبالتالي احنا بنقول إذا كنا مش هنقدر نحمي الأطباء نفسهم من العدوى هنحمي المرضى إزاي؟ هنحمي المجتمع إزاي؟ إذا كانت المستشفيات بتاعتنا هتتحول من أماكن لعلاج المرضى إلى أماكن لإصابة المرضى بالعدوى والتسبب في الوفاة، ده يبقى شيء خطير جدا ولا يمكن السكوت عليه. إلى الآن في الحقيقة بدل العدوى المقرر للأطباء بعد كل المصايب اللي بتحصل دي 19 جنيه في الشهر، مين يقول كده؟ في حين إن في فئات أخرى من المجتمع بتاخد 3000 جنيه بدل علاج شهري وهم بيتعالجوا ببلاش، لكن بالإضافة لكده بياخد 3000 جنيه علاج شهري. من الأولى، من هو الأولى ببدل العلاج؟ مين الأولى ببدل العدوى؟ إذا قررنا بدل عدوى لفئة واحدة في المجتمع وقررنا بدل علاج لفئة واحدة في المجتمع، فلا بد أن تكون هي هذه الفئة هي فئة الفريق الطبي اللي بيشتغل مع المرضى والمعرض للعدوى كل يوم. عندنا الآلاف من الأطباء مصابين بفيروس الكاب جي سي، عندنا عدد كبير من الأطباء مصاب بالإيدز، عندنا عدد كبير من الأطباء مصاب بأمراض الدم وأمراض الجهاز التنفسي بسبب العدوى بدون حماية حقيقية وبدون بدل عدوى لائق بالأطباء. احنا في الحقيقة طلبنا كتير وإلى الآن مفيش استجابة حقيقية من أي حكومة من الحكومات السابقة أو الحالية. بندعو رئيس الجمهورية نفسه إلى التدخل بشكل عاجل لحل هذه المشكلة حتى لا تتفاقم قبل ما تتحول مستشفياتنا إلى بؤر لنقل العدوى بدل ما هي تبقى أماكن لعلاج المرضى. إحنا عندنا في قضية مرفوعة قدام مجلس الدولة يوم 28 هيبقى الحكم فيها للمطالبة ببدل عدوى وبدل علاج أسوة بالفئات الأخرى في المجتمع، وإحنا عندنا عشم كبير إن القضية هتحكم لصالحنا. امبارح في الحقيقة كان في بعض التصريحات لوزير الصحة بيقول إحنا هنرفع بدل العدوى علشان نخليه 10% من مرتب الأطباء. هل يعلم السيد وزير الصحة إن أساسي مرتب الطبيب حديث التخرج هو 250 جنيه؟ يعني إذن هو دلوقتي بيطلب إن يترفع بدل العدوى من 19 جنيه عشان يبقى 25 جنيه؟ في الحقيقة إذا كان يقصد ده تبقى مهزلة، وإذا كان السيد وزير الصحة يقصد إن وإذا كان بيقصد إن هيبقى 10% من إجمالي المرتب، يعني ياخد الطبيب حديث التخرج 250 جنيه، فبرضه دي تبقى مهزلة، لأن ما ينفعش أبداً أقول الناس اللي بتموت مننا كل يوم والناس اللي مصابين كل يوم في الآخر يبقى بدل العدوى بتاعنا هذه الملاليم القليلة. احنا ما احناش شحاتين، احنا بنطلب حقنا الرسمي من الحكومة ومن الدولة، احنا بنأدي واجبنا نحو المرضى. الآلاف مننا بيموتوا كل يوم، فعلى الأقل قوي الحكومة تراعي الفئة اللي بتقدم هذه الخدمة.